الفرقاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، رئيس المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة. يأتي هذا اللقاء اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، وفي هذا السياق لأنه المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة في إطار شراكة مع المركب الثقافي محمد المختار السوسي عمل على جعل اليوم الأربعاء تحت تسمية الأربعاء القانوني، كل أربعاء أن هناك لقاءات علمية تواكب الأنشطة المرتبطة بالمجال الاقتصادي الاجتماعي الثقافي. فالأسبوع الماضي كان أول لقاء في هذه السنة في سنة 2023 خصص لقانون السير والواقع والمأمول، خاصة أنه جاء مباشرة بعد اليوم الوطني للسلامة الطرقية. اليوم أيضا المركز الأكاديمي بحضور فعاليات حقوقية قانونية قامات قضائية عمل على تسليط الضوء على الجوانب المضيئة في قانون الأسرة الذي عمر ما يقارب 20 سنة، وخاصة بعد الخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أشار من خلاله إلى ضرورة إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية التي لا تتماشى مع ما تتطلع إليه المرأة المغربية، خاصة أن المغرب بعد دستور 2011 جاء بالعديد من المستجدات القانونية والعديد من الخطوات القانونية سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى استقلال السلطة القضائية، هدفها تزكية وتكريس وتعزيز الضمانات الأساسية للمرأة المغربية أساسا وللأسرة المغربية بوجه عام، بما فيها الطفل بما فيها التوازن ما بين الزوج والزوجة، ولكن أساسا كما قلت هو حماية المرأة المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس، أكثر من مجرد خبر.